تحية طيبة مشاهدي التلفزة الموريتانية أينما كنتم، ومرحبا بكم معنا في نشاط الثامنة نستهلها بأبرز العناوين. أفواج حجاجنا الميامين تعود تباعا إلى العاصمة بعد أداء فريضة الحج للموسم 1434. العاصمة تحتضن أعمال المؤتمر الوطني الأول للرابطة الموريتانية للجراحة. تواصل الجلسات الوطنية للحوار حول شمال مالي بغية إحلال سلام دائم بهذه المنطقة. مرحبا بكم مشاهدينا بتفاصيل هذه النشرة. أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان صادر اليوم أن غدا الأحد الموافق 3 نوفمبر 2013 سيكون حدادا وطنيا على أرواح ضحايا مأساة لامبيدوزا. وفي خبر آخر، وصلت الليلة إلى مطار العاصمة الموج الثاني من حجاجنا الميامين الذي يضم البعثة الرسمية برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. كان الموج الأول قد وصل مساء أمس، وقد بلغ تعداد حجاجنا هذه السنة 1500 حاج. هكذا بدأ وصول الفوج الأول من حجاجنا الميامين إلى أرض الوطن بعد أن أدوا فريضة الحج لهذا العام في ظروف مرضية ومقبولة. 480 حاجا هم العدد الإجمالي لهذا الفوج الذي يشكل باكورة الأفواج الأربعة المقرر أن تكتمل بوصولها عودة كامل حجاجنا الميامين. حج زين ولا جبرنا إيه كدر فتبارك الله، والحالة زينة وذاك ريال عدل عدلناه لحالة زين. قلت لك عنه زين فتبارك الله ومرحومين فيه وجيد. وتبارك الله وعدلنا شيء متعدل ورافي وزرنا زيارات فتبارك الله عليهم ما مالهم شيء ما شاء الله. الحج ما شاء الله خير من العين السنة من شبه عمان الحج حسب اللي قال جميع الحجاج، وكانت فيه قرعة محترمة ومشينا مشي محترم تحت حماية جندرموري، ولا كدر علينا شيء لا حتى الناس هم اللي كانوا لا في خدمتنا. كل شيء فيه الأخطاء غير بعد السنة من أحسن الأعوام. بشكل عام أدينا مناسكنا في ظروف معقولة والحمد لله، وهذا هو المهم. قمنا بصلاة الأربعين في المسجد النبوي وتشرفنا بزيارة السيد الوجود. فيما يتعلق بالظروف، كانت هناك مساعي من أجل أن يتم تحسين هذه الظروف، إلا أنه مع ذلك كانت هناك ثغرات وهفوات نأمل أن يتم التغلب عليها في المستقبل. العديد من المواطنين تجمهروا عند بوابات المطار ساعات قبل وصول الحجيج لاستقبال أهلهم وذويهم. تلاقي الرجال جاي من الحج وسعيد بمجيء ومهنا ومليني باقي أفراد المواطنين على مجيء أحبابهم إخوانهم من الحج. قطن عنه زين عندي بقى مجيهم كاملين زين عندي سمعت وجاي مولين هنا تي ندور اهلي نستقبل الناس كامل. انا جاي رمي وشي من اقربائي جايين هون نسلم عليهم تو. انا لا جايه هنا لجداتي وعند المطار جايه مشوار السعوديه. على مدى 4 أيام ستكتمل عوده كامل حجاجنا الميامين الى ارض الوطن، لتنتهي بذلك مختلف مراحل فريضه الحج لهذا العام، وليشرع في الاستعداد لموسم الحجيج القادم باذن الله. التأمت صباح اليوم السبت بفندق بالعاصمة أعمال المؤتمر الوطني الأول للرابطة الموريتانية للجراحة بالتعاون مع وزارة الصحة. وسيتناول المؤتمر الذي يشارك فيه مختلف الجراحين المتخصصين والأطباء الموريتانيين إضافة إلى ممثلين عن فرنسا والجزائر وتونس والمغرب واليابان مواضيع تتعلق بالجراحة بالمنظار وجراحة جدار البطن والجراحة الاستعجالية. الجراحة الاستعجالية والجراحة بالمنظار وجراحة جدار البطن هي مواضيع المؤتمر الوطني الأول
الذي تنظمه الرابطة الموريتانية للجراحة سعيا منها إلى تذليل أكبر التحديات التي تواجه الأطباء الجراحين. حفل انطلاق هذه التظاهرة العلمية كان مناسبة لإبراز العناية التي تليها السلطات العمومية لتطوير منظومتنا الصحية. ندرج هذه الخطوة في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، كما تعد تجسيدا للجهود الحثيثة التي ما فتئت حكومة معالي الوزير الأول الدكتور مولاي محمد الأغضف تبذلها لتطوير مستوى الخدمات الصحية والعلاجية وتقريبها من المواطن، وعيا منها بجسامة حماية المواطن وصحته وتوفير كافة الخدمات العلاجية سبيلا إلى الحد من البحث عنها في الخارج. الناطق باسم الدكتور سيد علي الزيدان رئيس الرابطة الموريتانية للجراحة الدكتور أحمد الملاي إدريس قال في كلمته بالمناسبة إن هذا العمل يدخل في إطار استراتيجية الرابطة الهادفة إلى مواكبة منتسبها للتطور العلمي والفني الحاصل في هذا المجال. إن الرابطة الموريتانية للجراحة لفي سعي دؤوب من أجل مواكبة التحديات التي يفرضها التطور الصحي المتسارع، والتي منها على سبيل المثال الحصر المواضيع الآنفة الذكر والتي هي محور مؤتمرنا الوطني الأول للتخصصات الجراحية، معتمدين في ذلك على الله سبحانه عز وجل وعلى الإرادة الطيبة للجهات الوصية على مواكبة تطوير البحث العلمي في مجال التخصصات الجراحية في بلدنا. إن هذه النخبة لتلتقي للمرة الثانية في هذه السنة بعد التوصل إلى اعتمار توصيات استراتيجية علمية متعلقة بعلاج أمراض سرطان القولون والمستقيم، ويعد تنظيم هذا المؤتمر الوطني للجراحة الأول من نوعه مجالا لتوسيع وتعميق البحث والنقاش في جميع التخصصات الجراحية وأداة لرفع المهارات الفنية للمتخصصين في مجال الجراحة سبيلا للمساهمة في تطوير المنظومة الصحية بصورة عامة والجراحة منها بصفة خاصة. وسيتلقى المشاركون البالغ عددهم أزيد من 150 جراحا سلسلة عروض ومحاضرات يقدمها دكاترة وطنيون ومن دول تونس والجزائر والمغرب واليابان تتناول الاستراتيجيات العلمية الحديثة في طب الجراحة بشكل عام. تواصل اللجنة الوطنية المستقلة الانتخابات تحضيراتها من أجل إيصال الفرق الجهوية والمحلية إلى أماكن عملها في الداخل استعدادا لاستحقاقات 23 من نوفمبر القادمة. الزميل يعقوب الصوفي يرصد تلك التحضيرات في سياق التقرير التالي. وسط هذا الجو المطر تواصل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عملها خاصة المتعلقة منه بتجهيز وإعداد الفرق المتجهة نحو الداخل إضافة إلى العاصمة، سعي منها إلى إجراء الانتخابات المقبلة في ظروف سلسة. مدير الفروع المحلية والجهوية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيد كانسيري أليمان أكد أن اللجنة تعمل ليل نهار من أجل إيصال اللجان الجهوية إلى ولاياتنا الداخلية في الوقت المناسب نظرا لقرب موعد الانتخابات، مبينا أن هذه اللجان الجهوية والمحلية تلقت تكوينا عاليا في مجال تسيير ومراقبة العملية الانتخابية. ويستفيد من عملية التحضير للانتخابات أصحاب السيارات حيث يكثر الطلب على وسائل النقل وتنتعش الحركة الاقتصادية خلال هذه الفترة. جاي لهذه السيني كاري لهم متي نستفاد منها كاريها لهم مدة من الزمن هذه قضايا الانتخابات اللي تمارس هناك نحن مستفادين منها. ولتسهيل عملية الانتخابات في مختلف عموم التراب الوطني وفرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 3600 مكتب إضافة إلى المعدات اللوجستية الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية وشفافيتها.
تشهد العاصمة نواكشوط منذ مساء أمس تهاطلات مطرية أدت إلى عرقلة حركة المرور، وقد باشرت بعض الصهارج التابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي شفط المياه عن الشوارع وملتقيات الطرق التي تجمعت بها مياه الأمطار، وذلك من أجل ضمان انسيابية المرور. ودائما في إطار الحديث عن الأمطار، شهدت العاصمة الاقتصادية نواذيب موسما مطريا لم تعرفه منذ أعوام، وقد ساهمت هذه الوضعية في انعاش الوسط الطبيعي مما انعكس إيجابيا على قطاعي التنمية والسياحة. حظيت ولاية داخل نواذيب هذه السنة بتساقطات مطرية أحيت الأرض وأنبتتها بعد سنوات عجاف، وضعية تطمئن على حالة المراعي بهذه الولاية التي تتوفر على ثروة حيوانية هائلة. وقد وجدت ساكنة مدينة نواذيب بحكم هذه الوضعية ملاذا آمنا في ربع تجرية وتازيازت بعيدا عن صخب المدينة. جاي من دشت نواذيب وما لقين شو هاي البادية، أول قاع عمارة مرق شغل البادية، وإن شاء الله هذا خلف ما شاء الله زين، وصدر أول قاع عمارة نشوف صدر قاع إن شاء الله. خليفة ما شاء الله زين وتبارك الله، والسحاب اللي جات ما شاء الله ياسرهم. فوتوا 6 سنوات ما جاتنا السحاب، ذي المرة ما شاء الله السنة جاتنا السحاب مرات متسالبي، والناس كاملة جاتهم بخرفهم معانا وزينة ما شاء الله. عادة يجي السحاب ما معه، تفوت سنتين والله سنة بعد ما عندهم مشكلة، وربيع أهل توخر ما هيك الشرق والقبلة، هو تقريبا سنة ما عنده مشكلة. المراعي الخصبة بهذه المنطقة جعلت عين الزائر والمستخدم للطريق الرابط بين نواكشوط ونواذيب لا تخطئ من حين لآخر خياما مضروبة على التلال والهضاب الخضراء، وما يعيد إلى الأذهان أيام البداوة. عقد حزب الإصلاح والتنمية تواصل مساء أمس مؤتمرا صحفيا أطلع خلاله الرأي العام على موقفه من قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رفض مرشح الحزب بمقاطعة تركيز. ووضح المتحدث باسم الحزب أن اللجنة تأخرت في إبلاغهم هذا القرار، وأكد الحزب حقية مرشحه بالترشح لمنصب نائب المقاطعة. اختتم حزب المؤتمر الوطني الموريتاني اليوم أعمال مؤتمره الأول الذي التأم في الفترة ما بين 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2013. وقد قدم الرئيس السابق الحزب السيد الشيخ سيد أحمد العبد الفتاح تقريرا عن مسار الحزب والمراحل التي قطعها بعد 4 سنوات من إنشائه، كما تم الكشف عن قائمة المكتب التنفيذي الجديد للحزب بقيادة الدكتور سيد محمد ولدادي والسعيد. جرت أعمال المؤتمر بحضور لفيف من منتسب الحزب وبعض الشخصيات السياسية والإعلامية في البلد. وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الحزب بمناسبة انتخابه رئيسا له، نوه فيها بالجو الديمقراطي وروح المنافسة الشريفة التي طبعت أعمال هذا المؤتمر، مبرزا أهم الأولويات لحزبه في المرحلة الراهنة. إن حزب المؤتمر الموريتاني لن يكون رقما جديدا ينضاف إلى القائمة العددية فحسب بقدر ما سيكون إضافة نوعية للعمل السياسي ناضج محترما أدبيات اللعبة الديمقراطية من خلال منهج وسطي معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط. إن الحزب ينطلق من قراءة دقيقة للوضعية السياسية، وضعية تظهر ثنائية قطبية متوازية تفرض ظهور بديل يجمع الوسطيين ويضيق هامش التطرف السياسي، معتبرين أننا نمثل الخيار الوسطي المفترض.
دوليا في هذه النشرة، انطلقت أمس في العاصمة المالية باماكو جلسات الوطنية للحوار حول شمال مالي، وهي محادثات أعلنها الرئيس المالي في سبتمبر الماضي من أجل البحث عن سلام دائم في هذه المنطقة. وستناول المحادثات خصوصا المصالحة الوطنية والاندماج الاجتماعي والتوصيات حول اللامركزية وبرامج التنمية لمناطق الشمال. وضمت الجلسات التي انطلقت تحت إشراف الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا مسؤولين رسميين وآخرين من الطبقة السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني شركاء في التنمية مع مالي، بالإضافة إلى ممثلين اللاجئين والنازحين بسبب النزاع. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم العثور على الصحفيين الفرنسيين اللذين خطفا في شمال مالي مقتولين. وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه عثر على كلود فيرلون وغيسلان دوبون الصحفيين في إذاعة فرنسا الدولية مقتولين في مالي، وقد كانت مجموعة مسلحة قد خطفتهما في كيدال المالية. أكد قادة في حركة طالبان باكستان ومسؤولون أمنيون باكستانيون اليوم أن الحركة اختارت الرجل الثاني فيها خانسيبا سجنا زعيما لها عقب مقتل زعيمها حكيم الله محسود أمس مع 4 من مساعديه في غارة شنتها طائرة أمريكية بلا طيار في منطقة شمال وزيرستان. بحسب مراقبين سيكون لهذا الاختيار دور حاسم في تحديد مصير مباحثات السلام بين الحركة والحكومة الباكستانية. لم تقضي حركة طالبان باكستان وقتا طويلا في البحث عن من يتولى مقاليد أمورها حتى وضعت اختيارها على خانسيب سجنا وفضلته قائدا جديدا بحكم خبرته العالية كمقاتل وعلاقاته القوية مع القاعدة وطالبان وقبائل شمال وزيرستان. اختيار الحركة لسجنة جاء بعد مقتل زعيمها حكيم الله محسود مع 4 من مساعديه إثر غارة شنتها طائرة بدون طيار تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، والذي أثار سخط وغضب العشرات من أنصاره ونددوا بالعملية. العملية جاءت عشية بدء محادثات السلام بين الحكومة الباكستانية والحركة بعد سنوات من الصراع. كانت الحركة تقوم خلالها بعمليات وهجمات استهدفت قاعدة أمريكية بأفغانستان عام 2009، وقد أعلنت باكستان حالة تأهب قصوى بعد مقتل محسود تحسبا لأي هجمة انتقامية قد تقوم بها الحركة. تشهد القاهرة وعدد كبير من محافظات مصر مظاهرات ومسيرات استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب للاحتشاد في الميادين حتى موعد محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقرر أن تجرى الاثنين المقبل، وذلك تحت الشعار أسبوع محاكمة إرادة الشعب. وأخيرا تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي خلال لقائهما أمس في البيت الأبيض بتنسيق الجهود لمحاربة تنظيم القاعدة في العراق. أوضح بيان مشترك صدر عقب اللقاء أن البلدين ناقش الحاجة الملحة إلى تجهيزات إضافية للقوات العراقية تمكنها من القيام بعمليات في المناطق النائية حيث تمركز معسكرات هذا التنظيم. ونبقى الآن مشاهدينا الكرام مع الزميل عبد اللحمين سالم وجديد عالم الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم معنا في مسائيتنا الرياضية، والشكر موصول لزميلتي منات. بدايتنا وطنية بآخر أخبار الدوري الوطني الممتاز لكرة القدم، حيث شهد اليوم الأخير من الجولة الثالثة للدوري الوطني الممتاز لكرة القدم فوز فريق الجيش على ضيفه القادم من مدينة زويرات الكدية، وصفه بطل الكأس الوطني للموسم المنقضي، وذلك بنتيجة هدف نظيف. فيما تمكن قبل قليل من الآن وبأقل من دقيقتين فريق تفرق زينة من إنهاء كلاسيكو الجولة الثالثة الذي وذلك أمام عميد الأندية فريق الإكسار بتغلبه عليه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.
وطنيا دائما اختتمت الليلة البارحة ببلودروم سيدي والمولاي الزين للكرة الحديدية بالعاصمة التابعة لشركة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر المعروفة اختصارا بأسكنا. نفسات النسخة الثانية من الدوري الوطني للكرة الحديدية المنظم من طرف الاتحادية الوطنية للكرة الحديدية. وقد عرف الدوري هذا العام مشاركة واسعة من طرف أندية اللعبة، لقت 20 فريقا وفدت من نواكشوط بمعدل 7 فرق، ودخلت نواذيبو المشاركة بأربع فرق، وتير الزمور وأدرار وإنشير المشاركة بفريقين، إضافة إلى ولايات ترارزا والبراكنة وتقانت الممثلة في هذا الدوري بفريق واحد. الفرق العشرين تتنافس أو تنافست خلال أسبوع كامل على نيل لقب الدوري في نسخته الثانية، حيث خاضت طيلة 7 أيام من التنافس 760 مباراة، وذلك وفق نظام الدوري المعتاد ذهاب وإياب. وقد اعتمدت الاتحادية الموريتانية للكرة الحديدية في النسخة الثانية من الدوري الوطني للكرة الحديدية احتساب التوقيت الدولي لأول مرة الخاص بمباريات الكرة الحديدية المقدر بـ40 دقيقة للمباراة مع احتساب جولتين للحسم في نهاية كل لقاء. الحفل الختامي للنسخة الثانية من الدوري الوطني للكرة الحديدية تميز بتسليم الميداليات الملونة والكؤوس لأصحاب المراكز الأولى في الدوري، حيث نال فريق أسكنا المكون من الرباعي جمال سيدنا بيطات حامدو كأس الدوري بعد حصدهم لمجموع من النقاط بلغ 93 نقطة، فيما حل في المركز الثاني فريق طبراق زين المكون من الرباعي يعقوب فرجو خبوز محمد لمين الذين تمكنوا من حصد مجموع من النقاط بلغ 91 نقطة. وكانت جائزة المركز الثالث من نصيب فريق الأمل من تيارت عن طريق كل من الطالب أمد أمين الحسين بمجموع من النقاط بلغ 88 نقطة. النسخة الثانية من الدوري الوطني للكرة الحديدية عرفت تقديم 5 جوائز مالية لـ5 لاعبين تميزوا باللعب النظيف طيلة منافسات الدوري، حيث نال هذه الجوائز كل من اللاعب سيدي والزايد من فريق ترارزا، وحمود والبوب من فريق تير الزمور، وأمين والمبيريك من فريق الأمل بتيارت، ومحمد الطاهر من فريق أدرار، وعبد داكيتا من فريق البراكنة. الفائزون بالمراكز الأولى في ختام منافسات النسخة الثانية من الدوري الوطني للكرة الحديدية أعربوا عن ارتياحهم الكبير للأجواء التي جرت فيها منافسات هذه التظاهرات الرياضية. في ختام هذه البطولة أتوجه بشكر خاص أنا وزملائي الفائزين بهذه البطولة، أولا نادي أسكنا بالتهنئة ولكل منتسبيه، فهذا الفوز فيه جانب وهو العمل الميداني يعود الفريق غير ما كان يقدر يصلح منه شيء لولا المؤازرة الدائمة والدعم المعنوي والمادي لمنتسبي لاسكنا بدءا برئيسهم إلى كل المنتسبين. وتهنئة خاصة لكل الفرق اللي جات من الداخل، فحقيقة من المستويات كاملة تخول أي فريق من هذه الفرق، والله بعد أكثريتهم على أنها تعود مكاننا. نهدي هذا الفوز لكل فرد من أفراد الكرة الحديدية وخاصة نوادي نواكشوط. المنافسة كانت قوية، كان في عدة من الفرق قوية كتفرق زينة والأمل الرياضي ونوادي بو وزويرات، كلهم فرق يتمكنون بقدرة عاتنا. وهني الاتحادية الموريتانية على حسن تنظيم هذه البطولة، وراجي للمكتب الجديد إن شاء الله التوفيق في مهام، وأشكر كل من ساهم من بعيد أو من قريب في نجاح هذه البطولة الثانية، وخاصة الفرق اللي جات من بعيد من الداخل المشاركة فيها. وفعلا سنة الرياضة هي فايز ومقلوب، ولكن في الحقيقة ما في حد مقلوب، كلنا فايز. الفوز هو عن تحقيق البطولة، الفوز هو أن تقدم الرياضة دوليا.